وائل، وائل بياخذ الشوط على جابرييل وبيسجل بطريقه حلوه. كريم زينون بيقرر يخترق، كريم بياخذ الشوط على ايفيبرا وبيسجل. مايك بياخذ الشوط من برا وبيسجل مايك ايفيبرا. بيحط اللي اب، عم يطالب بخطا، عم يطالب بخطا بالوقت يلي امير هالمره عم يضرب الوقت يلي مايك ايفيبرا عم يعمل السير عبر باتجاه الساله وعم بحط الايزي لياب. خبره مايك ايفيبرا يعمل بعض التعديلات فادخل مازن نايم الوقت يلي كريم عم يستغل الاوبن شوت عم بسجل. الفريق اللي عنده اصغر معدل سن بدوري دبي الدوليه ميد رينج شوت من دي جي عم بسجل مره جديده اخيرا بالمباراه رغم صعوبه المهمه اكيد بظل الاداء الدفاعي الجيد يلي عم يقدمه الرياضي وبظل وجود داريان تاونز تحت السله. داريان عم بسجل.